ستعلم يوما جيليا بالواعظين ومشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين ومشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله إله العالمين يا عباد الله توبوا فهو كاف التائبين وابعثوا الديك يؤذن بصلاة الصبح فينا فأنا ديك رسول من إمام الماسكين فأنا ديك رسول من إمام الماسكين عرض الأمر علي وهو يرجو أن يلينا فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدين بلغوا الثعلب عني عن جدود الصالحين عن ذوي التيجان ممن دخلوا البطن اللعينا أنهم قالوا وخير القول قول العارفين مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا مخطئ من ظن